اهلا بيكم. من اكتر الاسئله بتبعت لي ازاي اجذب شخص معين، او ازاي اجذب راجل معين، او ازاي اجذب ست معينه. السؤال ده يا جماعه بيجي لي كتير جدا جدا، سالنا عن ابراج يعني ازاي اجذب برج كذا، او عن اشخاص، واتكلمت في الموضوع ده كتير قوي قوي، بس I will keep on talking فيه علشان هو تقريبا اكيد من حاجات الاسنشال بالنسبه لاي حد، هو ان انت ازاي تجذب شخص معين. فانا النهارده هقول لكم بس يعني هي بوينت صغيرة، عشان الفيديو ده مش عايزة يعدي 3 دقايق، وانا متعرفيني بقى اموت في الكلام، بس انا I'll do my best، يخرب بيت الطرح ان انا اختصر الكلام. ازاي تجذب شخص معين؟ انا هقول في كلمة واحدة بس، انا بشوف كراشة ان انت عشان تجذب شخص معين مش محتاج تبذل مجهود، مش محتاج تتعب، مش محتاج تعمل حاجة عشان تجذب شخص معين. هو لو الشخص ده ما انجذبش عشان هو عايزك انت واختارك انت وهو بيحبك انت علشانك انت، خلاص ما مش مهم. يعني ما ينفعش ان انت تبذل مجهود عشان عشان تعجب شخص معين. هو لازم يحبك علشان انت مناسب ليه، هو لازم يحبك علشان هو عايزك انت. اما لو انت داخل في علاقة لازم تبذل مجهود علشان تعجب الشخص ده، العلاقة دي فاشلة. لو هو ما انجذبش ليك وما حبكش وقربش منك علشانك انت وعلشان صفاتك انت الموجودة فيك، يبقى ده مش الشخص المناسب، مش لازم ان انت تعمل مجهود علشان تجذبه. بالعكس، خلاص يبقى هو is not the one. دور على شخص يحبك بصفاتك الموجودة فيك، دور على شخص يحبك علشان انت كويس، علشان هو شايفك ان انت بالنسبة له نعمة، علشان هو شايفك ان انت بالنسبة له حاجة كان بيحلم بيها. فبالتالي مش عايز السؤال بتاع ازاي اجذب شخص معين واعمل ايه وابذل مجهود ايه ولا غير في شكلي، مش عارفه. يعني بشوف حاجات يا جماعه، يعني مع كامل احترامي لكل المسجز اللي بتجيلي، احيانا في حاجات بستغربها قوي. يعني ايه اغير من شكلي عشان احب حد؟ ما هو لو مش بيحبني بشكلي يبقى ايه المنطق؟ ما هو لازم يحبني عشان انا، عشان على فكره يعني بصوا في علم النفس، الشخص اللي بيحبك هيحب عيوبك، هيحب كل حاجه فيك، عيوبك، مميزاتك، طريقتك، كلامك، هيحبك بكل تفاصيلك. عارفين في اغنيه دايما لحسين الجسمي اسمها مهم جدا وجودك في تفاصيلي. لو مش بيحب تفاصيلك بعيوبك، وعيوبك ده جزء منك انت على بعضك باكج، يبقى خلاص يعني don't go on في العلاقه دي. العلاقه دي مش صحيه، علاقه toxic، ابعدوا عنها يعني. اما سؤال ازاي انجذب لشخص معين، والله العظيم عشان كده يا جماعه اقول لكم على حاجه، مش دايما نقعد نسال نفسنا هو ازاي الشخص ده بص للشخص ده كتير عليه. لا، مش حاجه اسمها كتير عليه، هو حبه فحب كل حاجه فيه. ودايما انا شفتها كتير قوي سيلبرتيز كده، يقول لك هو شافها ازاي، هو بص لها ازاي. هو يعني انا مع كامل احترامي، كامل احترامي اللي مثلا اسر ياسين مراته يعني روحها حلوه ولطيفه وانسانه جميله قلبا وقالبا، بس كان انا شفت كومنتس كتيره قوي اتحط عليه اللي هو ازاي يعني اشمعنى هو حباها، ما هو ممثل مشهور وحلو امور، كان ممكن يعني انا شفت كومنتس كتير، مش انا الشخص ده احترمته، هي مراته حلوه وكل يعني انسانه روحها حلوه، شيز كل واحد لولا اختلاف الاذواق لبارت السبب، بس هو شايفها حلوه، شايفها جميله، شايفها، فهو هي didn't care بقى، ولا هو قال لان هي واثقه في نفسها، شيز elegant، شيز انثى، فخلاص هي جذبته من غير ما تعمل اي مجهود، من غير ما تغير في شكلها، من غير ما تغير في جسمها، من غير ما تغير في طريقتها. دي حاجه دي من الامثله المحترمه. انا شفت كتير رد كتير على السوشيال ميديا الاسر احترمته واحترمتها، وحسيت ان هي دي حاجه حلوه، يعني نفسي اتعرف عليها، مين الست القويه المبدعه لازم نرفع لها قبعه. فما فيش حد والله بجد، وخدوها مني نصيحه من اخت صغيره، يعني انا مش هقول لكم اخت كبيره مكبرش نفسي، ما تغيرش نفسك عشان حد. ما حدش يستاهل في الدنيا ان انت تغير نفسك علشانه، ما حدش يستاهل في الدنيا ان انت تبقى شخص جديد علشانه. الشخص اللي مش هيحبك زي ما انت ما يستاهلكش، بس كده. شكرا، قولوا لي رايكم تحت في الكومنتس، انا بحب اسمع ارائكم جدا جدا. وبجد يا جماعه تيك ذس ادفايس مني يعني كاختك الصغيره. طبعا باي. مش عارفه اقفل الفيديو.